قول لي ليه الناس بتحس ان انتوا قدام الاهلي ادائكم بيبقى افضل من قدام الزمالك؟ ما يعني ما فيش حاجه اسمها كده، هي بتبقى ظروف ماتشات. ما القصه دي الناس احيانا بتتكلم في نقط ما لهاش اي علاقه بالمنطق يعني، فالموضوع ملوش اي علاقه باي حاجه. انت بتركز وبتعمل اللي عليك في كل الماتشات، ربنا النهارده بيكرمك وتبقى موفق وبقى اليوم ماشي معاك كويس، يوم تاني ممكن ما تبقاش موفق واليوم مش ماشي معاك كويس احسن حاجه، لكن ما لهاش علاقه يعني. في كلام انه كابتن شريف اكرامي ممكن ما يكملش بعد نهايه الموسم ده، وفي كلام ان فيوتشر بيتكلم معاكوا، وفي كابتن احمد فتحي نفس الكلام ان فيوتشر عايز يستعين برضه بخبرات عشان الكونفدراليه الافريقيه، هل الكلام ده يعني والله يا محمد اللي اقدر اقوله في الموضوع ده، عشان الموضوع ده اداري بحت يعني مع اداره النادي، اللي اقدر اقوله ان انا شايفه ان الاسماء دي شريف وفتحي نجوم كبيره واسماء كبيره وبالنسبه لنا ناس مفيده بشكل كبير معانا ولعبة كبيره بصراحه، ده اللي اقدر اقوله يعني. بس الحاجات الثانيه دي بتبقى حاجات اداريه ما اعرفهاش طب يعني. هل يعني في كلام اتقال لكم انه في ممكن تبقى لا في لا لا صفقات، لا لا ما صفقات حصلش تبادليه بين الاهلي وبيراميدز الفتره الجايه؟ ده اتقال مثلا ان ابراهيم عادل واسامه يعني. جلال ممكن الاهلي يكون عايزهم مقابل لعيبه من الاهلي تروح بيراميدز، الكلام ده؟ لا احنا على مستوى الجهاز الفني الفترة اللي فاتت مركزين في الماتشات، كل 4 ايام ماتش، فمركزين في الماتشات بس، مفيش اي خد مواضيع بالك من هو دي. مفيش وقت كمان للانتقالات، يعني لا مفيش اي مواضيع من الحاجات دي اتقالت لنا، مفيش اي حاجة من الحاجات دي اتقالت لنا، لان المواضيع دي بتبقى ادارية يعني مع ادارة النادي. ادارة النادي بقى ايه اللي اتقال لهم او ايه المواضيع ما اعرفش يعني، ما عنديش معلومة. يعني هل بيراميدز عنده قدره دلوقتي يعوض غياب اي لعيب؟ طيب يعني انتوا كنادي في حاله ان الاداره قالت مثلا فلان يمشي او فلان يعمل او احنا مش هينفع نسبق بخطوه، احنا هي الموضوع بيبقى خطوه خطوه، هنشوف الاداره ايه اللي حاصل وبتخطط للمواضيع بأي شكل، واحنا في الاخر كجهاز فني هنتعامل يعني، طب قول لكن لي مفيش حاجه اتكلمنا فيها يعني. فتح الله بقى، انت طبعا فيك عرق زملكاوي، دي ما فيهاش يعني ما فيهاش قول لي نقاش، يعني انت بتتفرج على ماتشات الزمالك احيانا اكيد مش كمنافس ليك في الدوري، يعني كراجل برضو زملكاوي اكيد يعني. أكيد. طيب قول مين في الزمالك غير زيزو؟ لو زيزو دلوقتي اصله في حته لوحده بصراحه، يعني زيزو ما شاء الله عليه ماشي في حته لوحده، مين من لعيبه الزمالك لما بتشوفها دلوقتي بتشعر فعلا انه نتاج مستقبل كبير لنادي الزمالك الفتره الجايه؟ لا أنا دايماً شايف إن شيكابالا هو اللاعب الأهم في نادي الزمالك. سواء بيبدأ بيلعب 10 دقايق بيلعب نص ساعة. شيكابالا دايما انا شايف ان هو اللعيب الاهم، وجوده في النادي بيبقى اهم شخص واهم لعيب في النادي. بتتكلم دايما انا شايف شيكابالا كده. على الثقة اللي بينقلها يعني لزمايله في الملعب لا والكلام ده. شيكابالا اسم كبير ونجم كبير واسطوره بالنسبه للزمالك وجماهيره، والناس بتثق فيه جدا، فتخيل مع كمان وجود شباب معاه طالعين يشوفوا النجم بتاعهم والاسطوره ده فرحته على الخط ازاي، لما بينزل 10 دقايق بيأدي، بينزل نص ساعه بيأدي، كل الحاجات دي رسائل للعيبه دي كلها ان انت جزء من منظومه والمنظومه هي الاهم. فشيكابالا السنه دي بصراحه يعني عامل دور محترم جدا. لو لقيت الكابتن ممدوح عيد بيكلمك في التليفون يقول لك يا فتح الله احنا نجحنا نتفق مع الزمالك ناخد شيكابالا، هتعمل شيكابالا اضافه لاي مكان في مصر وبره مصر. لا في السن ده كمان لا شيكابالا يدي كام كل ما سنة؟ شيكا كل يدي ما كام سنة؟ لا شيكابالا كل ما بيكبر يعني بيحلو بيحلو طبعا، ولا يقدر يلعب، يقدر يلعب سنتين كمان. ده يعني شيكابالا وعبد الله السعيد دلوقتي تخيل هما نجمين الدوري المصري. لا محمد اللعيبه دي على فكره صعب تتعوض يعني، اللعيبه اللي زي عبد الله السعيد وزي شيكابالا والناس دي صعب تتعوض، المواهب دي ما بتجيش بسهوله يعني، احنا مش بنطلع كل موسم مثلا 10 20 موهبه، لا خالص، المواهب دي لا مكمله، وكل ما بتكبر والناس تقول لا ده خلاص ده كبروا بيردوا على الناس انهم بيعملوا مواسم اقوى انت عارف ان وبيمتعوا عبد الله اكتر يعني. السعيد من اللعيبه اللي فيتوريا المدير الفني للمنتخب قال ان هو من افضل اللعيبه اللي شافه في الدوري المصري لغايه دلوقتي، ودي حقيقه وانا معاه وده جدا، يحسب بتفق معاه لعبد الله جدا، بصراحه، يحسب جدا لعبد بتفق الله معاه السعيد. جدا. عبد الله لعيب تشوفه في الماتشات وفي التمارين ماشي بشكل هايل، تحس ان هو عنده 25 سنه ولاعيب طب انت ملتزم محافظ فسر على لي نفسه. في السن ده استقرار مستوى عبد الله سعيد فنيا وذهنيا وبدنيا، خد بالك عبد الله غير شيكا حتى، يعني شيكا بيشارك نص ساعه تلت ساعه شوط، يعني عبد الله بيلعب الماتشات كلها.
خد بالك. عبد الله بيلعب الماتشات كلها ويقدر يلعب الماتشات كلها لانه لعيب محترف جدا ومحافظ على نفسه، والتمارين بيعمل التمارين بالنفس الشكل اللي بيظهر بيها في الماتشات تمارينه كده برضه. ففي السن ده لازم تكون ذكي وعارف تحافظ على نفسك كويس. وعبد الله كده وشيكابالا كده. وطبعا وعبد الله عنده ميزه برضه هضيفها، انه بيعرف يفصل اي حاجه عن الملعب، يعني حتى ازمته مع مليون في المية ازمته مع الاهلي، يعني يعني ازمه خد بالك العقليه، لو عندك اي مشكله بتنزل ملعب بتفصل، ودي متواجده في عبد الله بصراحه. الازمه بتاعت الاهلي دي اللي هو الحسابات بتاعته والتحفظ عليها والكلام ده تهز اي حد، يعني يعني كبني ادم دي محمد، يعني كبني ادم وكشخص يعني كانسان في عز الازمه دي عبد الله كان ملتزم ما غابش تمرين، متواجد كل التمارين، بيلعب ماتشات وبيطلع بيبقى من احسن اللعيبه في الملعب وبيأدي كل اللي عليه، فالراجل بيعرف يفصل يعني. اكيد انت في الازمه دي يا كابتن محمود اتكلمت معاه، يعني رحت قعدت معاه اتكلمت معاه دردشت معاه. كلنا عبد الله نجم كبير ولعيب معانا دلوقتي وكابتن الفرقه، وكلنا طبعا بنسنده وفي ظهره في اي حاجه اكيد طبعا. لا ما اقصدش عند في تسندوه في الازمه، ما اكيد النادي هيسنده في ازمته، انا اقصد لما بتقعد تتكلم معاه وقت الازمه دي بتبقى يعني بتلاقيه مأثر عليه نفسيا، بتلاقيه واخد من كده بتأثر على اللعيبه، يعني اي لعيب بيبقى عنده ازمات بسيطه ومشاكل بسيطه بتأثر عليه. ما بالك بموضوع كبير زي ده كان اكيد مأثر عليه، بس احنا كنا بنتفاجئ ان هو راجل ملتزم وتمارينه ماشيه بشكل كويس في الماتشات، لعيب مؤثر معانا. هل بيراميدز متمسك باستمرار عبد الله معاه الموسم الجاي؟ عبد الله لعيب كبير وكابتن النادي، واعتقد ان النادي كله بيلمس كده ان عبد الله مهم بالنسبه لنا جدا ومؤثر بالنسبه لنا جدا، وان شاء الله يكمل معانا ان شاء الله. تمام. طب اخيرا كابتن محمود من غير اسماء، كام صفقه تقريبا بيراميدز هيضمها السنه دي؟ الموضوع ده يعني مش معايا خالص، ممكن يكون مع الاداره بشكل اكبر هم اللي يعرفوا، لكن احنا عندنا بس في اكيد اتفاقات على صفقات معاكم يعني. لا احنا الاهم بالنسبه لنا في الوقت الحالي هو نفنش الدوري بشكل كويس ومركزين فيه، يعني الحاجات الثانيه تبقى مع الاداره. ما انا عمال ادور ايه المراكز عندكم اللي ناقصه مش لاقي، يعني عشان اقول لك مثلا الحمد لله ده فضل من ربنا. عايز انبر عليكم شويه، يعني اقول مثلا محتاجين سيرد باك مش لاقي، اقول محتاجين توب باك ليفت باك. لا الحمد لله عندنا لعيبه، لكن لو النادي شاف ان المصلحه ان احنا نضيف ناس اكيد هياخدوا. اكيد اكيد اكيد. طب اخر حاجه، كان محمد حمدي اتقال انه في طريقه للاهلي، لا ما اعرفش بعيد عن ده، هل هو محمد حمدي يعني مجدد عقده مع بيراميدز ولا لا؟ لان النقطه دي فيها خلل، يعني وعده فعلا ينتهي يعني بنهايه الموسم ولا مجدد ولا ايه برضو؟ يعني يمكن الموضوع ده انا اسف ان بقولها تاني، يمكن الموضوع التجديدات والاداره هي اللي لا هو عقده مستمر لسه محمد حمدي من اللعيبه. لا والله يا محمد انا مش عارف يعني المعلومه مش عندي.